أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. ما زلنا في دعوته صلى الله عليه وسلم وعرضه الدعوة في السفر على من لقيه. دعوته صلى الله عليه وسلم لبريدة ابن الحصيب رضي الله عنه ومن معه في سفر الهجرة. أخرج ابن سعد عن عاصم الأسلمي قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فانتهى إلى الغميم، يعني موضع بعد مكة بمسافة، أتاه بريدة بن الحصيب فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فأسلم هو ومن معه، وكانوا زهاء 80 بيتا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فصلوا خلفه. ما شاء الله، 80 بيت أسلموا بإسلام القائد بتاعه. نعم. مشيه صلى الله عليه وسلم على القدمين للدعوة، خروجه صلى الله عليه وسلم ماشيا إلى الطائف. أخرج الطبراني عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه يدعوهم إلى الإسلام، فلم يجيبوه، فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس، أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ لم تكن غضبان علي فلا أبالي، ويرى أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى، ولا قوة إلا بالله. وهيجي مطول إن شاء الله في باب تحمل الشدائد قصة الطائف بالكامل إن شاء الله. الدعوة إلى الله تعالى في القتال، يعني في القتال كمان في دعوة، حتى هنبدأ القتال في دعوة، هو المقصود الدعوة أصلا، يعني القتال ده في حالات نادرة جدا، إما للدفاع عن النفس أو لإزالة الطغيان أو الظلمة من الأرض حتى يصل الحق إلى الناس جميعا. الدعوة إلى الله تعالى في القتال، ما قاتل صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم إلى الله تعالى، يبقى دي قاعدة، النبي لم يقاتل قبل أن يدعو. أخرج عبد الرزاق ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما حتى دعاهم، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه. فالنبي لم يقاتل قعدة، ما قاتل قوما حتى دعاهم. وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد، ورجال أحمد رجال الصحيح. أمره صلى الله عليه وسلم البعوث بتأليف الناس ودعوتهم، كان يرسل صلى الله عليه وسلم البعوث والسرايا إلى القبائل وإلى الناس فيأمرهم أن يؤلفوهم، يعني يزيلوا الغرابة الفجوة اللي بينهم وبينهم، بعدين يدعوهم أولا. وأخرج ابن منده وابن عساكر عن عبد الرحمن بن عائف رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا قال: تألفوا الناس، يعني حببوهم فيكم، استعطفوهم، أميلوهم، ولا تغيروا عليهم، يعني لا تبدأوهم بالهجوم والقتال حتى تدعوهم، فما على الأرض من أهل بيتي مدر ولا وبر إلا تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تأتوني بنسائهم وأولادهم وتقتلوا رجالهم، كذا في الكنز. أمره صلى الله عليه وسلم أمير السرية بالدعوة، أمير السرية النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يدعو إلى الله أولا. أخرج أبو داود واللفظ له ومسلم وابن ماجه والبيهقي عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله عز وجل في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى أحد 3 خصال أو خلال، يبقى في 3 حاجات هتعملهم،
فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام أول شيء، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. طيب ما قبلوش الإسلام، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. الأول هم قبلوا الإسلام، طب أسلموا، طيب تعالوا معانا، يعني هاجروا إلى المدينة، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم، هم أسلموا بس عايزين يقعدوا في مكانهم، فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي كان يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فادعوهم، يعني أبوا إيه؟ أبوا الإسلام، لم يقبلوا الإسلام بقى، فادعوهم إلى إعطاء الجزية، يدفعوا الجزية. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا يبقى طبعا البند الثاني اللي هو بتاع التحول إلى الهجرة ده ما عادش موجود دلوقتي. كان في بداية الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام لما يدعو قومي يأمرهم بالإقبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ عشان يتعلموا ويكونوا لنصرة الدين، ينصروا المسلمين في بدء الأمر. الموضوع ده دلوقتي ما عادش موجود خلاص، يعني يقبلوا الإسلام وبعدين على طول إذا لم يقبلوا فالجزية. طيب فإن أبوا لم يقبلوا الجزية كمان، مش عايزين يدفعوا الجزية، فاستعين طب مقابل دفع الجزية هنعمل إيه؟ يعني الجزية دي مال يسير جدا، حاجة كده أقل من زكاة المال، بمقابل إن احنا نحميهم ونمنعهم من أي عدو ويفضلوا زي ما هم في مكانهم، بس يخلوا بيننا وبين الناس، يسيبونا نختلط بالناس وإحنا هنحميهم. طب لو عجزنا عن حمايتهم مش هناخد منهم الجزية. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم. أنت ما تعرفش حكم ربنا فيهم إيه، ليهم نظام آخر أو ملة أو يعني شريعة تانية. إنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم. قال الترمذي حديث بريدة حديث حسن، حديث حسن صحيح، وأخرجه أيضا أحمد والشافعي والدارمي والطحاوي وابن حبان وابن الجارود وابن أبي شيبة وغيرهم كما في كنز العمال. أمره صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بألا يقاتل قوما حتى يدعوهم إلى الإسلام. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى قوم يقاتلهم، ثم بعث إليه رجلا فقال: لا تدعه من خلفه. وأصلا رايح لعل الناس دول اللي رايح يقاتلهم النبي أرسله ليقاتلهم كانوا جايين هم يقاتلوا النبي، أو يعني التفاصيل مثلا مش موجودة معنا هنا في القصة، ولكن بدم أمروا بالقتال يبقى هم بدأوا، ومع ذلك يرسل إليه شخص يلحقه وقال له: لا تدعوه من خلفه. يعني من الأدب يعني أما تيجي تدعو حد أو تكلم حد ما تجلوش من الخلف، تعال له من الأمام يعني عشان ما تخضوش ويكون أسكن له، وقل له: لا تقاتلهم حتى تدعوهم. يعني كمان ما تبدأ بالقتال حتى تدعوهم إلى الإيه؟ إلى الخير، إلى الإسلام. وأخرج ابن راهويه عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وجها، يعني وجهه إلى مكان، ثم قال لرجل: الحق ولا تدعه من خلفه، فقل إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تنتظره، وقل له: لا تقاتل قوما حتى تدعوهم. لا تبدأ أحد بالقتال حتى تدعوه، هذا في كنز العمال. وعند عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه: لا تقاتل قوما حتى تدعوهم، كذا في نصب الراية. وقد تقدم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم،
ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أنفس أنواع الإبل عند العرب، أفضل أموال العرب. أمره صلى الله عليه وسلم فروة الغطيفي رضي الله عنه بالدعوة إلى الله تعالى في القتال، يعني في ميدان القتال يبدأ بالدعوة. أخرج ابن سعد وأحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والطبراني والحاكم عن فروة بن مسيك الغطيفي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ يعني الجماعة اللي تبعوك اللي دخلوا في الإسلام أخذهم أقاتل بيهم الذين لم يقبلوا الإسلام؟ فقال: بلى. ثم بدا لي، يعني انتفت وأقبل، فقلت: يا رسول الله، لا، بل هم أهل سبأ، هم أعز وأشد قوة. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لي في قتال سبأ، فلما خرجت من عنده أنزل الله في سبأ ما أنزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل الغطيفي؟ فأرسل إلى منزلي فوجدني قد سرت فردني، يعني بعد ما اتحرك النبي استوقفه. فلما أتيت رسول الله، أمر بالرجوع يعني أن يعود إليه. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته قاعدا وحوله أصحابه، فقال: ادعوا القوم. الأول ابدأ بالدعوة، فمن أجاب منهم فاقبل، ومن أبى فلا تعجل عليه، يعني ما استعجلش عليه، حتى يحدث إلي. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، ما سبأ أرض هو مرة؟ قال: ليست بأرض. قال رجل من القوم: يا رسول الله، ما سبأ أرض أو امرأة؟ قال: ليست بأرض ولا امرأة، ولكن رجل. إيه قصة سبأ؟ إيه مين سبأ ده؟ ده دي أرض ولا امرأة؟ النبي بيقول له: لا، هي ليست بأرض وليست بامرأة، ولكن سبأ ده اسم رجل ولد 10 من العرب، يعني كان له 10 أولاد. فأما 6 فتيامنوا، يعني ذهبوا إلى اليمن، وأما 4 فتشاءموا، يعني ذهبوا إلى الشام، سكنوا الشام. فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد وكندة وحمير والأشعريون والأنمار ومذحج. فقال: يا رسول الله، وما أنمار؟ قال: هم الذين منهم خثعم وبجيلة، كذا في كنز العمال. النبي فصل بداية قصة سبأ، مين سبأ ده ومين أولاده ومين هم اللي راحوا اليمن وعملوا القبائل ومين اللي راحوا الشام. وعند أحمد أيضا وعبد بن حميد عن فروة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقاتل بمقبل قومي مدبرهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما وليت دعاني، يعني بعدما انصرف دعاه، فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. فقلت: يا رسول الله، أرأيت بسبأ أواد هو أم جبل أو ما هو؟ قال: لا، بل هو رجل من العرب ولد له 10 فذكر الحديث، وهذا إسناد حسن. وفي رواية عن ابن جرير عن أبي كريب عن العنقزي عن أسباط عن نصر عن يحيى بن هاني المرادي عن عمه أو عن أبيه قال: قدم فروة بن مسيك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره كما في التفسير لابن كثير. أمره صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد رضي الله عنه بالدعوة حين بعثه إلى اليمن. وأخرج الطبراني عن خالد بن سعيد رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: من لقيت من العرب فسمعت فيهم الأذان فلا تعرض لهم، فدم تسمع الأذان خلاص، ومن لم تسمع فيهم الأذان فادعوهم إلى الإسلام.
طيب نشوف بقى حاجة أخيرة نختم بيها. ردوه صلى الله عليه وسلم الذين سبوا في القتال بغير الدعوة إلى مأمنهم، اللي هم الأسراء الذين لم يدعوهم المسلمون في القتال، النبي ردهم إلى أماكنهم. أخرج البيهقي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسارى من اللات والعزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل دعوتموهم إلى الإسلام؟ فقالوا: لا. فقال لهم: هل دعوكم إلى الإسلام؟ يعني سأل اللي هو أرسلهم، فقالوا: إحنا ما دعيناش. سأل الأسراء: هل يعني اللي أنا أرسلتهم دعوكم إلى الإسلام؟ قالوا: لا. فقالوا: لا. فقال: خلوا سبيلهم حتى يبلغوا مأمنهم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين الآيتين: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، إلى آخر الآية. كذا في الكنز عند الحارث من طريق الواقدي كما في الكنز قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللات والعزة بعثا، فأغاروا على حي من العرب فسبوا مقاتلتهم وذريتهم، يعني الرجال اللي هم بيحاربوا، وجابوا الأولاد والذرية، فقالوا: يا رسول الله، أغاروا علينا بغير دعاء. فاهمين يعني ما عرضوش علينا، حتى الكفار فاهمين أن المفروض هم يدعوهم الأول. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل السرية فصدقوهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوهم إلى مأمنهم ثم ادعوهم. يبقى البداية الأول تدعوهم، لا تسبوا أحد ولا تقاتلوا أحد بغير دعوة. الأصل يا جماعة في الموضوع هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا الموضوع يتحل بالدعوة خلاص مفيش مشكلة، مفيش داعي. شرع القتال لاستئصال يعني الطغيان من الأرض، استئصال الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله فقط، ولدفع الظلم والعدوان، للدفاع عن النفس وللحماية عشان الإسلام ما يبقاش ضعيف فقط، أما ليس لاستباحة أعراض الناس ولا أموالهم ولا دمائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.